فنحاول من خلال هذا الفيديو أننا نجيب عن السؤال اللي طرحناه لطلبة السنة الثالثة أجيو في مقياس نماذج التنبؤ، حيث السؤال كان كالتالي: يوجد الكثير من اختبارات الإحصائية الحرة في الكشف عن مركبة الاتجاه العام والمركبة الفصلية، مثل اختبار التوالي واختبار نقطة الانعطاف واختبار الإشارات واختبار كرويس كالواليس واختبار دانيال في الكشف عن مركبة الاتجاه العام. السؤال: لماذا تم التركيز على اختبار دانيال في الكشف عن مركبة الاتجاه العام مقارنة بالطرق الأخرى، واختبار كرويس كالواليس في الكشف عن المركبة الفصلية مقارنة بالاختبارات الإحصائية الحرة الأخرى التي تكشف عن المركبة الفصلية؟ احنا كما درسنا سابقا أن من أجل الكشف عن مركبة السلاسل الزمنية، هنا نخص مركبة الاتجاه العام والفصلية، قلنا كاين طريقتين. كاين الطريقة البيانية كنا وضحناها وفصلنا فيها، وقلنا الطريقة البيانية أنه في الكثير من الحالات يصعب أن نكشف عن مركبات السلسلة الزمنية نظرا لتعقيداتها في الكثير من الأحيان. على هذا الأساس كالبديل أننا نعتمد على مجموعة من الاختبارات الإحصائية، وفي الاختبارات الإحصائية قلنا باللي كاين اختبارات حرة نو بارامتري، وكاين اختبارات غير حرة بارامتري. حنا قلنا باللي في البرنامج نتاعنا غادي نركزوا على الاختبارات الحرة. على سميناها الاختبارات الحرة لأنها حرة التوزيع، لأن طرق الكشف عن مركبة السلسلة الزمنية حرة التوزيع، بمعنى أنها لا تخضع إلى أي توزيع احتمالي. وحنايا في السنة الأولى علوم اقتصادية كنا قرينا التوزيعات الاحتمالية، قلنا كاين توزيعات احتمالية متقطعة وكاين توزيعات احتمالية مستمرة، وقلنا كاين الأساس فيهم هي التوزيعات الاحتمالية الشهيرة، كاين توزيع طبيعي، كاين توزيع فيشر، كاين توزيع ستودنت، كاين توزيع كيدو، كاين توزيع الأسي، كاين توزيع البرنولي، كاين توزيع البواسوني. هادو قلنا هاد التوزيعات الاحتمالية تعطي موثوقية للنتائج التي يمكن أن نحصل عليها، يعني لا تخضع لأي توزيع احتمالي، مثلا لا تخضع إلى التوزيع الطبيعي، ولا تخضع إلى التوزيع مثلا كيدو، ولا تخضع إلى توزيع فيشر، إلى غير ذلك. وقلنا المهم فيهم هو التوزيع الطبيعي، لأن كاين نظرية تقريب التوزيعات اللي تقرب توزيع فيشو وتوزيع كيدو وتوزيع بواسون، تقربهم إلى توزيع طبيعي إذا توفرت فيهم الشروط. علاش التوزيع الطبيعي مهم؟ لأنه يعكس القيمة الأساسية للنتائج الإحصائية. وقلنا باللي أن ما دام الاختبارات الحرة لا تخضع إلى هذه التوزيعات الاحتمالية الإحصائية، فإنها غادي خلق لها مجموعة من العيوب، وهو ضعف الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية، بمعنى أنها فقدت المصداقية والموثوقية النتائج اللي نقدر نحصل عليها. علاش؟ لأنها لا تخضع إلى توزيعات إحصائية احتمالية عندها مصداقية وموثوقية. إذن على هذا الأساس في الاختبارات الحرة من أجل الكشف عن مركبة الاتجاه العام، كنت وضحتكم في إحدى أعمال المواجهة، قلت لك كاين مجموعة من الطرق في الكشف عن مركبة الاتجاه العام بالاختبارات الحرة. كاين اختبار توالي، كاين اختبار نقطة الانعطاف، وكاين اختبار الإشارة. قلت لكم لكن الأهم حنا اللي غادي نركزوا عليه هو اختبار دانيال. المتفحص في اختبار دانيال أنه بعدما يقوم بصياغة الفرضيات أن غادي يحدد حجم العينة. حجم العينة إذا كان صغير
يعني ان اقل او يساوي من 30، وكان حجم العينه كبير ان اكبر من 30. قلنا في حجم العينه صغير قلنا غادي نحسبوا قيمه ار اس، قيمه ار اس المحسوبه، وهي لا تستند الى قانون اللي هو 1 ناقص 6 مجموع دي اي مربع على تي في تي مربع ناقص 1، او على تي في تي ناقص 1. قلنا باللي من بعد نعاود نمشيو قيمه ار اس الجدوليه، وهنايا غادي نعتمدوا على توزيع احصائي اللي يخص معامل الارتباط سبيرمان. على سبيرمان لان كما برهنت لكم باللي قانون هذا ار اس ما هو الا قانون مشتق من قانون سبيرمان، يعني ان هي تقرب من التوزيع الاحصائي معامل ارتباط سبيرمان، وبالتالي فان النتيجه التي سوف نحصل عليها سيكون فيها نوع من الموثوقيه مقارنه بالطرق الاخرى التي تكشف عن مركبه الاتجاه العام. وفي حاله العينه تكون كبيره، قلنا هذه حاجه مليحه كي تكون العينه كبيره، غادي هنايا نعتمد على قيمه ار اس المحسوبه كما شفنا سابقا، قيمة الار اس المحسوبة اللي تجي من القانون زاد كالكول تساوي ار اس في جذر تي ناقص 1. قلنا غادي موراها ان هذه العينات الكبيرة اللي تفوق 30 انها تخضع الى قانون او نظرية النهايات المركزية. ماذا نقصد بنظرية النهاية المركزية؟ بمعنى ان نقول اذا تجاوز حجم العينة 30 فإنها يقرب توزيعها إلى التوزيع الطبيعي، يقرب يتقرب إلى التوزيع الطبيعي. وقلنا التوزيع الطبيعي هو من أهم التوزيعات الاحتمالية. على هذا الأساس كنا كنمشيو الار اس الجدولية، كنا نمشيو لجدول التوزيع الطبيعي زاد طابلو. يعني ان اختبار دانيال سواء في حجم العينه الصغير سواء في حجم العينه الكبير راه يتقرب من التوزيعات الاحتماليه الاحصائيه اللي تعطي موثوقيه النتائج، وكانه يقول لهم باللي انا هو الاختبار اللي عنده موثوقيه اكثر صدق واكثر دقه، مقابله باختبار التوالي واختبار نقطه الانعطاف واختبار الاشاره اللي هي مجرد قوانين لا تخضع لاي توزيع احتمالي، وانما هي غير ديزاستوس نطبقوهم ونحكمه اذا كان يكشف عن مركبه الاتجاه، اذا كان يوجد مركبه الاتجاه العام ولا يوجد مركبه الاتجاه العام. اذا اختبار دانيال عنده موثوقيه في النتائج التي يحصل عليها لانه مقرب الى توزيعات احتمال، سواء في الحجم العينه الصغير يتقرب لمعامل ارتباط سبيرمان اللي هو يعتبر اهم توزيعات احصائيه، وفي حجم العينه الكبير انه يتقرب الى التوزيع الطبيعي الذي يعتبر من التوزيعات الاكثر موثوقيه في الاحصاء. نمشيو دراك على الكريس كال واليس. كريس كال واليس لنعتمد فيه في الكشف عن المركبة الموسمية. وقلنا كذلك كاين طرق واحدة أخرى من بينها اختبار الإشارات. اختبار الإشارات هو نقدر نستخدمه به باش نكشفوا عن المركبة الموسمية. وحنا قرينا كروسكال واليس، اختبار كروسكال واليس دون غيرها. علاش؟ لأن المتفحص في الخطوات اللي كنا نديرهم أن كنحسبوا قيمة كريس كال واليس، قلنا باللي غادي نمشي نحوس على القيمة الإحصاء الجدولية واللي كنا نعتمد على توزيع كي دو. توزيع كي دو علاش؟ لأن في الباحثين الإحصائيين كيستخلصوا القانون تاع كريس كال واليس قربوه إلى توزيع كي دو، يعني ذلك لأنه يجب توفر فيه مجموعة شروط، من بينها لازم الآن يكون أكبر من الخمسة، ولازم يكون حجم العينة كبير نوعا ما. في هذه الحالة فإن
هاد كروس كالواليس هاد القيمة تخضع أو تتقرب إلى التوزيع كيدو، على هذا الأساس كنا نعتمد على في القيمة الجدولية نعتمد على جدول توزيع الكيدو اللي نعتمد فيه على درجة الحرية ومستوى المعنوية، وبالتالي وكأن هذا الاختبار راه يتقرب إلى الاختبارات الغير حرة، يتقرب إلى التوزيعات الاحتمالية الإحصائية الأكثر موثوقية ومصداقية، وبالتالي فإن النتائج اللي غادي نحصل عليها تكون أكثر دقة ومصداقية وموثوقية مقارنة بالاختبارات الأخرى. وشكرا، إذن هذا هو الجواب.